هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة الطقس هيكون معتدل نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ومائل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء. كمان في النهاردة الصبح شبورة مائية هتكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية. كمان في فرص لأمطار خفيفة المتوسطة، وده هيكون على بعض المناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري. هتكون غزيرة بالليل على مناطق من اسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط، وهتكون خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تمتد بالليل لمناطق من القاهرة الكبرى. خلونا نعرف دلوقتي تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة من الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك أستاذة لميا، وصباح الخير على كل السادة المشاهدين. أهلا بيكي فاطمة. أهلا بيكي، وكل سنة وأنتي طيبة وعام جديد إن شاء الله علينا. وقولي لي حالة الجو إيه النهاردة، خصوصا أنه من بالليل تقريبا الجو بيحتفل معانا، فما فيش ظواهر جوية بتأثر على أعمالنا اليومية أو حركتنا في المحافظات المختلفة. هو طبعا الحمد لله أن الأحوال الجوية مستقرة بشكل كبير. سنة سعيدة يا رب على الجميع، وكل سنة وحضراتكم طيبين وبخير. يمكن النهاردة مكملين في الاستقرار في الأحوال الجوية في أغلب محافظات الجمهورية، خاصة في المحافظات الداخلية، رغم أن احنا بيأثر علينا في طبقات الجو العليا وجود امتداد لمنخفض جوي، لكن هو مش متعمق بالشكل الكبير، ففرص الأمطار معاه مش هتكون كتيرة أو مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. يمكن اليوم بالفعل متوقع استمرار فرص أمطار ما بين الخفيفة إلى المتوسطة على أغلب المحافظات المطلة على البحر المتوسط، السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري. يمكن مع فترة المساء كميات الأمطار تزيد وتغزر أحيانا على بعض الأماكن من الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، دمياط. الأماكن دي ممكن الأمطار تزيد فيها عن المتوسط خلال فترة المساء. أيضا الأمطار بتمتد خفيفة لبعض الأماكن من مناطق من جنوب الوجه البحري، وقد تصل فرص ضعيفة لأمطار خفيفة لمناطق من القاهرة الكبرى، لكن مجمل الأمطار في المحافظات الداخلية غير مؤثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، وهيكون على فترات متقطعة من اليوم. وطبعا مع وجود السحب المنخفضة والمتوسطة اللي هتحجب جزء من أشعة الشمس على مدار اليوم. طيب الأمطار الغزيرة دي هتكون في أي مناطق بالظبط، وهل هتأثر على أعمالنا اليومية ولا هتكون يعني الدنيا سلسة ونقدر نتحرك براحتنا؟ هي الأمطار على مدار اليوم كله ما بين الخفيف للمتوسط، مع فترة المساء ودخلنا في فترة الليل هتزيد على بعض المحافظات زي محافظة الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط. دي الأماكن اللي ممكن الأمطار تزيد فيها عن المتوسط، لكن إن شاء الله مش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية، لأن المحافظات دي متعودة على كميات الأمطار دي يمكن أكثر كمان بشكل مستمر، فما فيش منها قلق تماما. الأمطار اللي في المناطق الداخلية اللي هو جنوب الوجه البحري أو لو وصلت حتى كمان لمناطق من القاهرة الكبرى هيكون يعني حاجات مش مخصوصة تماما، يمكن ملاحظة في أماكن والأماكن الأخرى لا، ومش هتأثر تماما على أي أعمال أنشطة يومية. كمان اليوم العظمى على القاهرة الكبرى فترة النهار 20 درجة مئوية، وده معناه ان الطقس هيكون طقس شتوي معتدل تماما، يمكن كمان نحس معاه بالدفء خلال فترة النهار على اغلب المحافظات الشمالية، السواحل الشمالية، الوجه البحري، القاهرة الكبرى، شمال الصعيد. طقس مائل للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ده فترات النهار اللي هنحذر منه بشكل كبير فترات الليل، لأن رغم الدفء اللي فترة النهار في انخفاض كبير في قيم درجات الحرارة فترة الليل، والانخفاض ده محسوس أكثر في وقت الفجر، وقت الصباح الباكر صغرى فترة الليل 13 إلى 14 على القاهرة الكبرى، فبالتالي إحساس بالبرودة والأجواء الباردة وخاصة في فترات الليل المتأخر فترات الصباح الباكر. كمان لازم ناخد بالنا من الشبورة المائية، ما زالت الشبورة المائية بتتكون على أغلب الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، وهي شبورة مائية كثيفة أحيانا بتوصل لحد الضباب، يعني الرؤية الأفقية على الطريق بتنخفض بشكل كبير، ومتوقع استمرارها معنا خلال الأيام المقبلة. فعشان كده هننصح كل المتابعين أو كل السادة المواطنين، مهم جدا ان احنا القياده تكون بهدوء تام وبحذر شديد فتره الصباح الباكر، ونشغل كشافات الشبوره الموجوده في السيارات، ونتبع كافه تعليمات المرور، وطبعا لازم نرتدي الملابس الشتويه الثقيله فترات الليل المتاخر فترات الصباح الباكر، وطبعا نتابع النشرات الجويه. طب سريعا كده، سرعه الرياح النهارده معانا كام، ونسبه الرطوبه وحركه الملاحه البحريه على البحرين؟
هو طبعا احنا سرعات الرياح اليوم في معظم محافظات الجمهوريه لا تتجاوز ال 30 كيلو متر على الساعه، ففي اعتدال كامل في حركه الرياح على معظم المحافظات، وده بدوره هيؤدي لمردود كبير على حركه الملاحه البحريه، يمكن ارتفاع امواج لا يتجاوز 2 متر في البحرين، البحر كمان خفيف لمعتدل، فبالتالي البحرين الاحمر والمتوسط مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. نسب الرطوبه مش مرتفعه بالشكل الكبير، بس خلال فترات الليل مع التبريد اللي بيحصل خلال فتره الليل فبيحصل ارتفاع لنسب الرطوبه فترات الليل تحديدا، واللي بتتجاوز 90% على شمال البلاد، يمكن ده اللي بيؤدي لتكون الشبوره المائيه الكثيفه، وطبعا بتتجاوز ال 70 و60% في المناطق الجنوبيه، لان نسب الرطوبه بتبقى مرتفعه بالشكل الكبير في المحافظات القريبه من البحر المتوسط، وكل ما تقدمت للمناطق الداخليه كانت نسب الرطوبه فيها. أشكرك في النهاية شكرا جزيلا للدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية. مشاهدينا تعالوا دلوقتي نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة، ونبدأها بالقاهرة العظمى فيها 20 والصغرى 14، العاصمة الإدارية 21-13، اسكندرية 21-13، العلمين جديدة 20-12، مطروح 20-11، دمياط 21-14، بورسعيد 20-14، الإسماعيلية 22-13، السويس العظمى فيها 21 والصغرى 14، العريش 21-13، كاترين 15-5، طابة 21-14، حلايب 24-19، وشلاتين 26-18، شرم الشيخ 25-17، والغردقة 25-15. الفيوم العظمى فيها 20 والصغرى 12، بني سويف 21-11، الوادي الجديد 23-9، أسيوط 21-9، سوهاج 23-11، قنا 24-12، الأقصر 25-12، وأخيرا أسوان العظمى فيها 26 والصغرى 13. مشاهدينا دي كانت درجة الحرارة المتوقعة النهاردة، ودي كمان تعليمات هيئة الأرصاد الجوية، ومرة تانية نروح لمنى ومحمد نكمل معهم فقراتنا. شكرا لك يا لميا.